السلام عليكم زيونات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير باحسن حال. معكم خديجه في شيبوط خديجه. اليوم غادي نعمل واحد الوصفه ديال التوم. صباح خلينا زدت معكم واحد الوصفه ديال البصل، ونزلت معكم الوصفه ديال الشعر، الزيوت ديال الشعر. دابا غنزل معكم الوصفه ديال التوم. التوم بحال اللي كتشوفوا، المهم الا كان عندكم ديك التوم الحمراء احسن، انا ما كتوجدش عندي بالحق حتى هذه في حاله كتعمل نفس المفعول. التوم منافع ديال التوم، الفوائد ديالها راه هي معروفه وغنيه عن التعريف. يعني بحال اللي كنعرفوا التوم كيقتل البكتيريا، يطهر المعده، كيقلل من النوبه، يعني من الازمه القلبيه وداك الشيء. وبحال اللي كنعرفوا حنايا التوم ضد الثعلبه اللي هي التونيا، يعني كيخوي حتى هو الشعر، كينظف الامعاء، كيضد الالتهابات، كينشط، كيعطيك الحيويه والنشاط. يعني التوم يعني ما غادي نقول لكم شي على المنافع ديالو، مي كاينه اش منهم، كاينين جوج الانواع ديال تناول التوم. يعني تقدروا تاكلوه هنايا او طايب، يعني واذا بغيتوا تاكلوه طايب. المهم حنايا دائما كناكلوه طايب، لان دائما كنستعملوه في الماكولات ديالنا وداك الشيء، يعني في المواد الغذائيه. ولكن اذا جبرتوا التومه يعني فاص بحال هيدا بحال هيدا، وشققتوه هيدا، جرحتوه، لا تنزول واحد القشره باقا في التومه هيدا، ها اللي كتشوفوا، ما تقطعوه شفتي وتاكلوه تاكلوه باش كيبقى. كاين الناس كيشكيو بالنسمه ديال التوم كتبقى في الفم، مي ماشي مشكل، واخا تبقى النسمه ديال الفم الانسان يشرب وينوض يغسل فمه ماشي مشكل، يعني النسمه غادي تزول ما غادي تبقاش، وانما المفعول ديال التوم كيبقى، يعني غادي تبقى لكم في الامعاء ديالكم، غادي يبقى لكم في الجسم ديالكم، غادي يبقى لكم. يعني استمريتوا به غادي يعمل لكم المفعول، وغادي تحسوا بديك المفعول ديال التوم. ساعه ما غادي تبقاش يتهمكم النسمه ديالو، لانه هو التوم حنا معروف كيخلي النسمه في الدقن في الفم، بيرو ماشي مشكل. دابا حنايا بحال دابا مثلا غتاكلوا في تيوته هيدا، اولا غتغززوا بسنانك بحال اللي غتاكل مثلا شي حاجه هيدا كتغزز كتمضغ بالسنان، سي غادي تبقى لكم النسمه بزاف في الفم ديالكم. بالحق اذا عملتوا له هيدا وشققتوه بحال اللي كتشوفوا، ها هو كتشربوه بحال شي باستيه كتعملوا، هو صعيب، ما غنقول لكم شي ساهل، وانما اي حاجه فيها الافاده واي حاجه مفيده واي حاجه فيها الدواء الانسان ضروري خصو يستحملها، وضروري الانسان خصو يعملها. ما غنقولوش حنايا حيت التوم مثلا فيه النسمه ما ناكلوهش، اولا حيت فاس التوم ما نقدروش حنايا نبدعوه لان صعيب اولا هذا، لا حنا خصنا نصبروا. اي حاجه فيها الدواء، اي حاجه فيها المفيده للصحه ديالنا وان الجسم ديالنا، ولا بد غادي نعملوها. ولهذا انا غادي نشرب قدامكم، ها هو او بحال اللي كتشوفوا انا غنعملو في ضخمي، ها هو كاين الماء غنشربو معاه بسم الله. انا شربتو ماشي صعيب، عملتو في ضخمي عملت عليه الماء ومشى عواد ماشي مشكل، ما كيخليش الناس ما في الفم، لان ديجا ملي كتعملو كيهبط للمعده ديريكتامين تي بالماء ديريكتومون، يعني ما كتمضغوش حقيقه مضغتيه بحال اللي غتاكل خبز او بحال اللي غتاكل ماكله هيدا، غيخلي لك طبيعه الحال في السنان، غيخلي لك فمك، واخا تغسل فمك ما غيزولش النسمه، لاننا كنعملو غير غاسباتيو ديك عصير الطماطم كتبقى النسمه في الفم، لان ما كيهمنيش واخا تبقى النسمه، غير المهم انا اللي كيهمني هو الافاده ديال التوم، الافاده ديالو صحي، يعني فيه منافع كبيره وفوائد كبيره بزاف. يعني بحال اللي قلت لكم كيقتل البكتيريا، يعني كيزول الميكروبات، كيطهر معده اذا عندك فيها استوماغ مثلا فيه الحموضه، يعني بحال اللي كنقولوا حنا الحرقه، اولا كتحرقك المعده اولا، هذا هو كينظف لك الامعاء، كينظف الامعاء كاملين، يعني ماشي غير المعده. يعني جامي كتشربتي هذاك السن ديال التوم كاين كيجيب لك الله غير شربتيه وصافي، لا كيعمل المفعول ديالو مزيان. انا 7 شهور انا كنشرب بصل، العصير البصل يوميا كل صباح كنشرب كاس العصير البصل،
وصراحه ملي واحد المفعول ما نقول لكم شي، واحد المفعول صحي صحي صحي، وكنحس براسي مزيانه والله العظيم. وهذه عن تجربتي الخاصه، واي حاجه انا كنعملها لكم راها مجربه مؤكده 100%، لان انا بصل شربت 7 اشهر عاد عملت لكم ليلو الفيديو بصل التوم. حتى هو ما كنتش كنشربو صراحه، وانما سمعت الفوائد ديالو، بديت حتى هو كنشربو كل صباح كنشرب في سن في التوم مع كاس الماء. واذا كانت عندكم التوم الاحمر ولا التوم الحمراء احسن. المهم حتى هذه راه هذه فيها النفوذ، لان التوم دائما صحيه. كنشربو بكاس ديال الماء كبير هذا بحال هذا، ما كنبقاش نحس به، ما كيخلي لي شي الناس ما بدقمي، ما كنحسش بالصابور ديالو يعني المذاق ديالو بدقمي، لان كنعملها صحيحه بدقمي، كنكب عليها الماء صافي كنهبطها ديريكت، يعني ما كنحس حتى حاجه ديالها. شنو اخر؟ وكيقلل من النوبه يعني الازمات. قلت لكم كتشربوا، دخلت لي واحد العيطه. كتشربوا، انا قلت لكم كتشربوا الفاس ديال التوم بحال هذا، مهم هذا كبير، المهم ستيتو على هذا، كتشققوه بالموس، كنعاود نقول لكم هيدا كتشققوه مزيان وكتعملوه في دق في دقمكم، وكتشربوا عليه كاس الماء، وكيجيب اليوم وغدا وبعد وديله. واي حاجه اي حاجه داومتوا عليها راه بالسيف غتعمل لكم المفعول، واي حاجه عملتوها يوميا وبالصدق والنيه راه ان شاء الله ما يكون غير الخير. وعاد اللي عنده التونيه حيت شي المهم شي ناس سقساوني ملي عملت ديك العصير البصل في القناه، سقساوني واش مزيان التونيه نبدا التعلابه. قلت لهم بصل مزيان نبدا التعلابه، مزيان حتى هو كيداوي وكيكبر الشعر، كيطول الشعر، كيقوي الشعر، اي حاجه. بالحق التوم حتى هو مفيد بزاف نبدا التعلابه، سبيسيال نبدا التعلابه. يعني انا كنعرف الناس كان عندهم داء التعلابه، واحد المطعبيات في الشعر ديالهم، يعني التونيه كنقولوا حنايا، شبرت فاس ديال الثوم حكاته في ديك هيدا، حكاته مثلا هذا الداء، هذا الشعر وهذا الداء التعلابه، كتحكوا هيدا كتشققوا هيدا مثلا هيدا هيدا، وكتحك كتبقى تحك 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 هيدا ديك المطاع ديال المطاع اللي عندها مع ديال داء التعلابه، مطاع ديال التونيه. مهم يوميا ماشي بزاف، المهم جوج سيمانات ثلاثة سيمانات حتى شهر، كيبقى الشعر ينوض في ديك الموطع، سبحان الله العظيم. ديك الموطع كيتعالج، لأن هاد التوم بحال اللي كنعرفو حنا حارة، حارة ومجهد بزاف، يعني غادي يعمل المفعول. وسقساتني قلت له هو مزيان ولكن شرب حتى التوم، شرب التوم على الصباح فص واحد على ريق بكاس الماء، وشبر التومه شققه وحكه في ديك الموطع اللي عندك اللي ما عندكش في الشعر، وان شاء الله يكون غير الخير. دابا هي كتعمل داك الشيء، المهم باقا ما ردتش عليا، بالحق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النتيجه غادي تكون ايجابيه ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي كاينه، وانا كنقول لكم انا هاد التوم هذا راه عاد تجربه، واذا ما كنتي انا مجربه ما غادي نقول لكم شو، ما غادي نقول لكم شي عملوه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.